أشكركم جزيل الشكر على حرارة الاستقبال وحفاوة الاستقبال، وهذا يدل على عمق الصداقة الموجودة بين الجزائر وروسيا الفيدرالية كما كانت سابقا في من قبل. علاقات لم تتغير، ما يفوت 60 سنة من علاقات، والجزائر وفية أكبر وفاء إلى هذه العلاقة وهذه الصداقة. اليوم فيه أوضاع وضغوطات ربما دولية، ولكن هذه ما تأثرش، لا تؤثر على الصداقة الموجودة بيننا. احنا أولا صيانة أو صون استقلالنا يأتي بمساعدة قوية من روسيا الفيدرالية الصديقة في تسليحنا وفي الدفاع عن حريتنا في ظروف إقليمية صعبة جداً.